اليوم نحن وانتو هنسوق الرحال ونمشي مباشرة لشرق دارفور إلى عديلة الضعين، ونرحب بواحد من الأصوات الندية بنستضيفها من خلال هذه المساحة، عمر شندي. أهلا ومرحبا بكم، مساءك سعيد. مرحبا، مساء الخير عليكم، مساء الخير على المشاهدين داخل وخارج الوطن. إن شاء الله أتمنى من ربنا يتوفق نقدم مادة ترضي تطلعات المشاهدين إن شاء الله. إن شاء الله. مرحبا. سعيدين أكيد بوجودك معنا عبر هذه الأمسية استثنائية مختلفة أكيد عبر تطوافنا معك في محليات عديدة، وتحديدا منطقة الضعين حنتعرف عليها بصور أكبر، على العادات والتقاليد، ولسه تفاصيل جميلة حنعرفها معك. لكن قبل ده كله خلينا نسمع منك أولا حاجة، لحن كعربون محبة وتواصل بيننا وبين كل الناس اللي بتابعونا، ونهديه كمان لكل الناس اللي بتابعنا، ونحيي الفرقة الموسيقية المصاحبان عبر هذه الأمسية. تحية لكم منورنا. حنسمع شنو في البداية؟ إن شاء الله نسمع أغنية الناسيك، كلمات أستاذنا سليمان يوسف، رسالة تحياتي من هنا، والحان أستاذ شاعر سليمان عطية ملحن. إن شاء الله نهديها لكم كمان. نسمع. تفضل. ناسيك من قلبه خليه يمشي، كان ماشي من قلبه خليه يمشي. قدر العشرة في وجهه كشرة، قدر العشرة يا لتا الأسرة خليه يمشي، لأجمل البشرة خليه يمشي. عليك ما أتلم الدبيب سما، عليك ما أتلم، لو أنت ما بتهم خليه يمشي، ليل ما تم خليه يمشي. قلبك ما هو شافا، قلب ليك يا آفا، قلبك ما هو شافا، شايل فوق نافا خليه يمشي، لله ما خافا خليه يمشي. عليك ما أتلم الدبيب بسمة، عليك ما أتلم، وإنت ما بتهم خليه يمشي، ليل ما تم خليه يمشي. ناسيك من قلبه خليه يمشي، ثاني ماشي دربه خليه يمشي.
ناسيك من قلبه خليه يمشي تعالي ماشي الدربة خليه يمشي ناسيك من قلبه خليه يمشي تعالي ماشي الدربة خليه السلام عليك يا عمر وأطرب تنو يمكن أنت ملقب بعمر شندي وأنت ما من شندي فدارين نعرف سر التسمية دي واللقب دي من وين وأفصح لنا عنه التسمية بتاعت عمر شندي دي أنا أتخيل اللي جاوبتها في لقاءات سابقة عنها أنه هي عندها سببين سبب الأول في ولاية نهر النيل في جامعة شندي بالتحديد الأغنية بتاعت الشيء العليم الراحل مصطفى سيد أحمد ربنا يرحمه نعم ترحم هي كانت بسبب هي قال لي خلاص أنت من الليل عمر شندي والسبب الثاني هو الوالد كان كنيته شندي لكن الانتشار كان بتاع الاسم جاي نتيجة للأغنية اللي كانت في نهر النيل الكلام ده كان سنة كم في نهر النيل؟ 2011-2012 بالتحديد كان في تخريج من تخريج الجامعة هناك نعم ده كان سير الاسم من هنا أيوة طيب سير الاسم من هنا هل البداية برضو كانت من الإحياء الحفلات والتخارج في الجامعات ولا البداية كانت مختلفة والله كانت من الجامعات من جامعة النيلين 2012-2013 هي كانت الانطلاقة بالتحديد يعني كنت في كلية هندسة حاسب جامعة النيلين كنت في الجمعيات الثقافية والأدبية ولا الدورات المدرسية ولا المهرجانات الإبداع الطلابية بصورة عامة هو ما حصل لي إنه شاركت في دورة مدرسية قبل كده لكن الجمعيات الثقافية الموجودة كانت في جامعة النيلين هي كانت البداية وبعد ذلك تحولت لجامعة ريزاس في جامعة السودان بعد ذلك بعد خرجت من الجامعة هو وصلت للعمل نعم عمر يمكن ده يعني كانت الانطلاقة بالنسبة لك لكن نجي مباشرة لتعريف المنطقة نحن كل يوم أحد بنعرف المشاهد الكريم بمنطقة وولاية من ولايات السودان المختلفة الليلة نحن تطوافنا في شرق دارفور وتحديدا الضعين وعديلة وكلمنا عن الطبيعة هناك ودائما المقامات والأغنيات ودوزناتها مختلفة وحاضرة دارين نشوف انطلاقة عمر هل هي كانت من الضعين ولا كانت من وين تحديدا وأثر المنطقة على الفنان تحديدا هو البداية كانت فعلا من الضعين كان ذاك هي ولاية جنوب دارفور نعم سابقا شرق دارفور هي أصبح شرق دارفور في 2012 فيها 9 محليات فيها تعدد سكاني مختلف يعني وفيها ثقافات مختلفة عندنا هناك مجموعة بتاعت إيقاعات يعني احنا مرتكزين على كتراث يعني بالنسبه لنا فيها ايقاع طنبور فيها كدنداه اتجاه الشرقي للضعيم بالتحديد فيه الطنبور فيه الكدنداه فيه الجراري اتجاه الغرب للضعيم موجود فيه الهرمه والكرم والحاجات دي ففي ايقاعات متنوعه اكثر الايقاعات قريبه لك بتحس انها هي قريبه بالنسبه لاحساسك في غناك بتمثل الكلمه اللي انت بتتغنى بها هو من الناحيه التراثيه انا الايقاع بتاع الكدنداه هو ايقاع مايل للكرن يعني اقرب منه لكن احنا بنسميه الكدنداه عندنا على مستوى كردفان وشرق دارفور بالتحديد مناطق حدوديه لبترول هو مقرب لايقاع الكرن لكن ايقاع محبب عندي نعم يعني ده الايقاع اللي انا كنت ممكن تدينا نموذج يعني على الهواء مباشره من الايقاع بالناشد ده طلب من المخرج خالد هو حاب يسمع واحد من الايقاع على النقمات دي ان شاء الله تفضل في طريقة نسمع يعني في طريقة يعني نسمع الإيقاع ده دندنة كده بال الكرن الكرن أول الجراري أو أي واحد يعني إذا سمحت لكم ال يعني حاجة كده بس دقيقة أو دقيقة ونص يعني أها بتتساوروا بيناتكم نسمع الفرقة الموسيقية لو اتكلمنا شوية عن الإيقاع ده شنو من نوع الإيقاعات؟ إيقاع كدنداه
يسموه الكلام ده. عنده غنيات معينة بتتغنى عليه طبعا عنده أه. زي شنو؟ عنده غنى معين يعني زي مشامة دي واحدة من الأغاني إن شاء الله بعد شوية تسمعوه هنسمعها. هي موزون عليه عندها رقصة معينة تيجي بعلم سو الرقة بالصدر يعني فهي يعني يعني على شكل استعراض كده هاي بتيجي معاه رقص استعراضي بتيجي قاعدة اسمه الكدندانجة. نعم طيب خلينا قبل ما نمشي نسمع البيقاع بالإيقاع خلينا نتكلم شوية عن إنه أنت في البداية تكلمت عن إنه في قبائل كثيرة جدا في شرق دارفور ومحلية عديلة منطقة الضعين خلينا نشوف الوئام وأيضا بين القبائل في منطقة الضعين يعني والتواصل الاجتماعي شكله بيكون كيف بين القبائل هناك؟ هو الوئام ده موجود لحد يعني بعيد نحن تربينا في الولاية دي وعارفين الحاجات اللي فيها يعني فيها ترابط اجتماعي يعني أنا حتى ما قادر أوصف لدرجة يعني أنا مواليد عديلة وعشت في الضعين يعني الناس متلاحمة هناك في تلاحم في ترابط وجداني وربطنا يعني في 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 حتى لما نمشي هناك يكون والله مرتاح نفسيا يعني للأمانة يعني فترابط اللي هناك موجود ده أنا ما شفت له مسيل للأمانة يعني والله أتمنى إنه يحافظ عليه يعني إن شاء الله. نعم إن شاء الله دي دعوة منك ليهم هناك أيوة عمر يمكن أكيد يعني أي منطقة في من ولايات السودان المختلفة في المدن المختلفة اللي بنطوف عبرها بتكون حاملة أشياء بتميزة جدا وخاصة بها أكثر ما يميز منطقة الدعين هناك من العادات من التقاليد من الفولكلور من الأشياء اللي هي تراثية بحتة اللي بيميز هناك شنو؟ والله في في حاجات كثيرة بتميز الولاية دي بالتحديد من حيث البيئة بتاعتها الطبيعة اللي نحن عايشين فيها هي طبيعة رعوية نحن بنميل للرعي أكثر شيء حاجات اللي بتميزنا اللي هي الرعي اللي عندنا موجودة والطبيعة الموجودة في المية بتاع التشجار هناك موجودة في 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 تراث معين موجود هناك احنا بنرتكز عليه وهو بيميز الولاية دي يعني بكل الوان طيفة الموجود هناك يعني. طيب على ذكر الرعي يعني انه بقول لك الرحيل عز العرب خلينا نشوف الرحيل تبع الرعي والمراعي وتبع السعية او البهايم يعني هناك مع الناس بتأكيد في واحد من الفصول بيكون في الناس بتمشي وبتتجه لمنطقة معينة يعني بتكون مليئة بالأحشاب من أجل السعية يعني الناس هناك طبعا بطبيعة الحال بيكونوا معتمدين يعني على السعية وعلى الزراعة وإذا في كمان إضافة تانية الناس بتعتمد على حاجة أخرى برضو ممكن ضيفة لنا. طيب هو في في الاتجاه الشرقي للضعين بالتحديد الاعتماد فيه اعتماد على الزراعة والتعليم أما الاتجاه الغربي والجنوبي موجود فيه الرعي هي مقسمة حتى في اتجاه يعني لأنه الاتجاه الجنوبي للولاية موجود فيه اتجاه بحر العرب نعم فيه اللي عندنا الناس بيسيروا فيه السيارة دي بسموها يقول لك احنا سايرين الليلة بتكون من تحركوا من اتجاه الضعين وكونوا متجهين جنوب يصوب بحر العرب وعدل المخاريف ما يمشي بيجي رايعين يعني دفة فصل الخريف دفة فصل الخريف بالتحديد أما الاتجاه الشرقي هو موجود فيه عندنا الفول السوداني العيش الزرع الواحد دي دي حياتنا بتركز عليها اساسا يعني حاجه بتميز الولايه اكثر المحاصيل اللي هناك بيتم زراعتها في المنطقه الصيفيه فيها رحيل ولا في الخريف بس لا الصيف ما فيه رحيل الرحيل بيتم في الخريف عشان طبيعه المنطقه لانه طبعا بيرتكز هناك عليه لانه شوف اتجاه المطر عليه بيصير عليه على اساس انه الرعي كده. طيب اذا جينا للعادات الاجتماعيه البحته يعني في الزواج في الافراح في الاتراح بنلقى كيف هناك بيتم التصاهر بين القبائل المختلفة اللي انت ذكرتهم لينا ومدى خلينا نقول قبول الآخر بالآخر ومزج الطبيعة هناك عنده أثر كبير جدا والبيئة طبعا بتأثر على نفسية الناس فنعرف هناك شكل الزواج والطقوس اللي بيتم فيه وكمان الأغنيات اللي بيتم عرضها والتغني بها في المناسبات الخاصة دي هو العادات الموجودة هناك هي أشبه بأنها موجودة في بعض الولايات الثانية في السودان يعني والسودان ده حاجاته قريبة بعض لكن في حاجات بسيطة بتميز بتميز من اللي هو مثلا في في الزواج فيه خطوات لازم تتم يعني وإلا ذاك ما في يكون ما في عرس شنو مثلا كده يعني نبدأها انت ما بديت الخطوبه دي حاجه عامه معروفه طيب. يعني في السودان موجوده بعديها بيجي العقد بعدها عندنا حاجات مخصصه اللي ما اعرف شد برام وربط زعفة طيب خلينا نفصل الحاجات دي للمشاهدين خلينا أول حاجة نجي في الخطوبة بيتم بشكل عادي مثلا ذهاب أسرة العريس لأسرة العروس والله بتكون بطقوس مختلفة لا بيتم بطريقة عادية الطريقة اللي هي موجودة عندنا الطريقة المعروفة والمعهودة بعدين بتتمرحل مرحلة للعقد لا لا قلت ما أشبه ولا الخطوبة ما موجودة بكسر يعني أحيانا
لكن هي علاقه هو الموجود اساسا الاساس الحجري. فبعديها بتيجي تفاصيل ثانيه ربط الزعف والحاجات اللي الناس بتتكلم عنها دي. ايوه شد البرام دي بتجي التين تحديدا دي بتيجي بعد لما اثناء يعني بين العرس ولا العقد اللي بتيجي الحاجات دي بتيجي يعني دي حاجات في النص دي للحنه ولا لشنو يعني شد البرام والزعف والحاجات دي للحنه اللي احنا موجوده خرطوم الحنه ودي ثانيه لكن هي موجوده عريزه بتسير بحصان يعني تلف به في شجره 7 مرات كده دي تفاصيل ثانيه موجوده يعني. طيب نحن لسه حنكمل معاك في تفاصيل الزواج والافراح والاغنيات لكن هسه هنغني شو؟ نسمع هنغني على ايقاع الكلندر اللي قلناه قبل شويه ده هي مشامه كلمات والحان شاعر استاذ ملحن سليمان عطيه ان شاء الله نسمعها ونهديها لكل مشاهدينا اللي بيتابعونا. نومت قلبي فراقة سبت ليه نومي ماله أباله نومي ماله أباله
عيوني فاقدة منامة أريد همومي صبرتها داريت همومي صبرتا داريت همومي صبرتا يا سلام عليك يا عمر. نرجع زي ما قال مجاهد لطقوس الزواج مرة ثانية، وانت ذكرتها بعد يمكن الاختيارات، ودارين نشوف الرقصات، الأغنيات، الآلات اللي بتم العزف عليها. نحن الآن في أوركسترا أو فرقة موسيقية بتعبر عن آلات حديثة مستحدثة، لكن هناك في الزواج عندكم شكل الآلات اللي بتكون موجودة والرقصات، ووصف لنا الصورة الجميلة دي، دارين نعرف أكثر بقرب ونقرب الصورة للمشاهد الكريم. الآلات الموجودة هناك في نجار عندنا ده في الضعين، وعندنا الحالات الثانيه برضو موجوده، لكن اشبه بانها موجوده في كل الولايات يعني. ايوه يعني في الزواج اكثر الالات الموجوده هناك شنو حاضره بقوه يعني؟ والله اكثر حاجه موجوده النجار، النجار هي الموجوده يعني تسيطر على الكون بالنهار. طيب كله انا داير اجيب معك في حكايه النجار، النجار ذاته اللي بيضربوها بضربات مختلفه يعني. خلينا نشوف ضربات الزواج بيكون شكلها كيف يعني. بيقول لك بيضربوها للأحزان، معناه إنه في زول توفى، ربنا إن شاء الله يطور في أعمار كل أعمارنا وكل الناس اللي بيتابعونا. بيقول لك برضو بيضربوها للزواج، برضو الناس بيعرفوا إنه في زواج في المنطقة، أو يعني كلمنا عنها بصورة أوسع وأشمل شوية. هي اللي بتكون للأحزان دي الضرب عليها بيكون على مستوى رتم معين تقيل جدا، بيكون بصاحبه كلام يعني، بصاحبه كلام فيه حكايات نعي وكده يعني. اما اللي بتثقل الافراح فيها ضرب بيكون اسرع بسرعه، هذه بتكد للافراح بالتحديد يعني. طيب اللي بيعزف على النجاره تحديدا في زول مختص هناك في المنطقه، ولا ممكن اي زول يعني؟ لا عندها ناس يعني، عندها ناس انت بتقدم لهم الدعوه اذا كان لمناسبه من يكون شهر او 20 يوم في مناسبه في المكان المحدد كده. أيوة. هم عندها ناس مخصصين يسموهم نزول اللي بيضرب النجار، عنده اسم؟ لا ما عنده اسم، لكن عندها ناس مخصصين، هي عباره عن فرقه شعبيه ممكن تقدر تقول. أيوة. على يكونوا خمسه او سته الدراب زي ما بقولوا الدراب دي موجود يعني. الدراب برضه في مسمى ثاني البلي واللعب الحادات دي. طيب عباره عن فرقه بس شعبيه. طيب من الرقصات شنو هناك الموجوده في الافراح تحديدا يعني؟ النساء انت ذكرتها بيتم الرقص ب يعني الرقبه وبالتفاصيل الجميله دي، فعبر لنا عن الرقص هناك، وكمان العريس واصحابه واهله اللمه الجميله دي بتفاصيل المختلفه، شكل الرقصات في الفرح. هو الرقصات الموجوده هناك مثلا يعني زي جدي بريم دي هو نوع من الايقاعات، بيرقصوا عليه النساء بطريقه، والرجال عندهم الحاجه اللي هي الكرير دي عندهم الكرير. يكون في رقصات ثانيه زي الهرمه مثلا يعني، يكون في فك للشعر بالتحديد بالنسبه للانثى. وعداك بيجي هم كمان عندهم كرير معين، يكون يعني فصيل بحاجته معينه بتتعامل بعدين. طيب خلينا برضه نقف عند المراه، وخلينا نتكلم عن دورة في تحديدا في اغنيات الزواج يعني. هناك بسموها الحكامه ولا بسموها اسم ثاني؟ دي الحكامه. الحكامه مش الا في الـ في الـ في الاعراس فقط يعني. خلينا نتكلم عن دورة طيب بصوره اشمل وفي قياده المجتمع ذاته هناك في شرق دارفور. نعم هي دورها كبير جدا يعني في قياده المجتمع الموجود هناك عندنا يعني، انه هي اعتبارها يعني ممكن تكون رسول السلام في الكلام يعني. هي مقام الشعر، وممكن يعني عندها دور كبير جدا انها تقدم الكلام في 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 شكل قصيد او يعني. أيوة. هي اللي تقودنا ثقافيا صراحه يعني. كلام بنوجهه وهي بتجيبه بطريقتها يعني. هي دائما بتحس يعني الرجال عموما بالشجاعه وبالفروسيه وبانهم الحماسه، وبتشد من ازرهم بتخلي منهم هم يتكاتفوا ويسرعوا في لحظه مثلا في حرب، في صراع، في حاجه بالشكل ده. فالحكامه هي دورها كبير جدا يا عمر زي ما انت افصحت لنا. نمشي مباشره للمنطقه هناك وتحديد تفاصيلها. يمكن احنا مشينا في الرعي ومشينا في الشكل الطبيعي
محاصيل المنطقة والزراعة والمحاصيل اللي بتتم زراعتها، لكن دايرين نتجول بأعين ناس شرق دارفور ونشوف الضعين هناك، المنطقة اللي بتحدها والناس اللي ممكن يجوا داخلين الضعين والتصاهر. أرجع مرة تانية، هل كل القبائل بتختلط ببعض ولا في عنصرية ولا في قبلية؟ عموما نحن نبذيل للفكرة دي بثورتنا القائمة الآن بأنه ما تكون في جهوية وعنصرية وقبلية، لكن نرجع لهناك التصاهر بيكون شكله كيف والتمازج بين الناس، وهل إذا شخص ما معروف بيتم المؤالفة عليه والاتفاق والإجماع بالحاجة دي ولا بيكون في استنكار من قبل الناس، يعني ناس المنطقة تحديدا؟ هي الضعين زي ما أنا قلت لكم هي غلب الولاية النابط، يعني من تعدها 8 ولايات 8 محليات عفوا، من الاتجاه الجنوبي فيه الفردوس، يعني دول محلية جاي يناسب من محلية تانية، فعادي الموضوع عادي حاصل عندنا احنا زي ما في تشدد وما في إشكالية ما في، يعني قبل أنا قلت الكلام يعني انه احنا في يعني تواصلنا الوجداني ممتاز، يعني الأمان داخل بيناتنا وفي مصاهرة بين قبائل كلها موجودة يعني صار طيب جميل. خلينا نغني، رأيك شنو؟ الله نغني يعني نسمع شنو تاني؟ هغني في الضواحي والطرف المدائن، لانه لما يعني انا احترامي للراحل خليل فرح وهو مغني سائر بالنسبه لي، يعني انا احترمه جدا واحد من الاعمده اللي ارتكزت عليه في مسيره كمغني كمشروع لمغني، ان شاء الله احترمه هغني له في الضواحي والطرف المدائن ان شاء الله. ترحم على روحه، ربنا يرحمه ان شاء الله، حي معذبيه واسرته عبر هذا المساء. نسمع شوف
صدور مالو يشوف يمينو وعاين شمالو يشوف ريع تشاوي الدمالو والبدر حجام من كمال مقسوم لي صداري يا حياتي وأملي اللي راك غرق الأساس من المجاهل ومين غير نساس عيدشنا لمزمر وآس ومن عيشنا بنا عشيق محاس برافو عليك يا عمر.
أبدعت وأجدت الغناء، ودائما نسرح عبر مساحات الزمن الجميل، وأكيد ترحان وتسفارنا وسياحتنا الجميلة دي في شرق دارفور الضعين تحديدا عديلة، بنطوف وبنمشي نشوف هناك النظم الإدارية كيف بيتم تعيين العمدة والناظر. كلمنا عن المشهد هناك والانتقاء والاختيار، هل عندكم تصويت ولا الحاجة دي بتجي من القبيلة عموما إن هي بتعين الناظر أو العمدة؟ هو لا 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 الحاجة دي بتتم يعني فيها شو وراثي على ما أعتقد، اللي هو العامل الوراثي، فهي أولا بتبدأ بالنظارة اللي هو الناظر، بعديه بيجي وكيل الناظر، على تلاشي الناظر بيكون الوكيل هو الموجود هو الممثل للنظارة، بعدين هو بيجي العمد. الاختيار بيكون كيف يعني؟ هل بالتمرحل العمر السني، خلينا نقول التجارب، التفاهم، هو دائما في نزاع أو مشاكل بيلجأوا له الناس، كيف يعني الناس بتختاروا على أي يعني أساس مثلا؟ هو خياره بيتم نتيجة زي ما قلت لك، هو بيجي عامل بتاع مملكة، يعني هو الناظر بيكون في كل في دورة بيكون مرحلة معينة، بيكون في غشومبيت معينة مرحلة النظارة من مكان لثاني، فبيتم الجوديات والحاجات دي بتتم عن طريق الشيوخ، الشيوخ دول هم الأقل من العمد. أيوة. أقل من العمد، بعدك الحاجة تترفع للعمدة، بعدك تترفع للناظر. من ناحية إدارة أهلية سموها الإدارة الأهلية، هو بنفس المكان المحلية بتكون موجودة فيها كمان الإدارة التنفيذية اللي تابعة للدولة، بيكون فيها المعتمد وفيها مدير تنفيذي وفيها كذا. صلاحياته شنو مثلا هناك الناظر يعني إذا جينا قربنا وألقينا الضوء عليه وأكثر، الصلاحيات اللي بيقوم بها، وهل بتشمل أشياء يعني أو ترتيبات إدارية مختلفة؟ نعرف الصورة أكثر. صلاحياته هو طبعا رأس القبيلة القابض يعني، فبدونه ما بيمشي الوضع، ما بيمشي بدونه، لانه هو صلاحيات واسعه جدا على مستوى القبيله كلها. اي كلام بيقوله بيمشي. هو الناس بتحتكم له، وان كان في مشكله قبل ما تحصل مراحل قضائيه يعني قبل ما تصل ممكن يحلها. بيكون انه هو بيعرف تماما الانسان لا سمح الله عامل المشكله منه، يكون عارفه تابع لعته شيخ، الشيخ ذاته يكون عارفه تابع لعته عمده، شد مرحله لحد ما يصل للناظر بتتحلى قبل الجوديه والتفاصيل. الجوديه الثانيه. نعم. طيب برضه خلينا، انت ذكرت في بدايه كلامك بانه اختيار الناظر برضه ممكن يكون عن طريق ممكن يكون وراثي، يعني قصدك شنو يعني انه ممكن يكون ابنه او اخوه او تكلمنا شويه وفصل لنا اكثر عنها. طيب هو الناظر اللي بيكون من العيله بيكون في وكيل له. دي وحدي الوكيل، ما بالضرورة انه يكون من العيلة، دي في بعض القبائل. ايوه. اما في القبائل الثانية بيكون الوكيل لازم يكون من العيلة نفسها. حال تلاشي الناظر بيكون الوكيل هو اللي بيشوف وكيل ثاني اللي في مكانه، ده بيكون من نفس العيلة. ممكن يرث طريقتين. هي طريقتين. طيب ممكن يرث ذاته يعني ولده العمودية عنه؟ ممكن. دي في طريقه واحده، والطريقه الثانيه بيتم اختيارها عن طريق القبيله، هم اللي الاختيار. ايوه. بيحتاج موضوع له بطريقه ديمقراطيه بصوت، وشوف الانسان ممكن يقوتهم ليه. نعم. ممكن يكون محتاج. دي تفصيله جميله منك يا عمر. عموما لانه نحن حابين نعرف هناك النظام البدور الاهلي، الاجتماعات اللي هي الكائنه، اذا كان في اوجه صراع بين قبيلة وأخرى، إذا كان في التار بعض الأشياء دي هي موجودة، هل هناك مثلا في قواسم مشتركة بين كل قبيلة بالأخرى؟ شنو اللي بيجمعهم مع بعض، وشنو ممكن الأوجه الاختلاف اللي ممكن هي تكون بيناتهم؟ هو ما في أوجه اختلاف كثيرة، لأنه حتى كان يعني إذا كان في حاجة على مستوى القتل او حاجه زي دي، بيكون في حياه زي الديه مثلا يعني. الديه هي بتتجمع يعني ما لازم انه هو قتل ولدنا لازم يكون في تار او في الاشياء دي، تكمل صوت العقل باوامر الناظر، لانه الناظر اذا قال كلام بيمشي. هو الناس خلاص ما دام ما جابوه وبقى ناظر على راس القبيله كلمته مسموعه. أيوة. يعني اي كلام بيقوله هو اللي بيمشي. فلازم قبل ما يجيبوا الناظر ده لازم يتأنوا تماما انه الناظر ده منه، لازم يكون حكيم يعني. أي كلام قاله هو بيمشي. صحيح. نعم. يعني في صفات معينة ممكن يتم اختيارها أو بيتم اختيار الناظر عليها. أيوة. طيب على خلينا برضو نمشي شوي في مساحات أخرى، وخلينا نتكلم برضو عن المرأة هناك في شرق دارفور تحديدا،
محليات عديلة قد عيني يعني. تكلمنا شوي عن المرأة والأدوار الكبيرة اللي بتقوم بها في مجتمعنا، وشنو الحد اللي بتتميز بها المرأة في الضعين؟ والله يعني المرأة هناك في شرق دارفور احنا والله يمكن لها كل احترام، وعندها يعني هي بتمثل دور كبير جدا في على مستوى الولاية. نعم. زمان كان هاي مخفية اختلاف شوية، لأنه ما في كان يعني حسب العادات التقاليد يعني صعوبة إنه مرة تكون موظفة أو كده، لكن الحاجات دي تلاشت تسافيل في السنين الأخيرة دي، في مواكبة عموما يعني لها دور الحاضر. كبير، مشاركات على مستوى السياسة على مستوى الرياضة موجودين كله يعني، فلهم دور كبير جدا يعني النساء في شرق طيب دارفور. برضو الدورة برضو في يعني في الزراعة والري والتفاصيل يعني على حسب بيئة المنطقة، يعني إنه هي بتشارك زوجها في الزراعة في الإنتاج في المحاصيل، ولا دورة بيقتصر فقط على البيئة على البيت والأولاد؟ هن كلهن والله يعني ادوارهم في الزراعه، بيزرعن برعن كله يعني، دي دور كبير جدا يعني، يعني هي بتقاسم الرجل بتقاسم الرجل هناك الرعي والزراعه وكل بجانب الاعمال يعني نعم الاعمال المنزليه والاعباء الملقاه على عاتقه. بالتاكيد نحن يمكن سعدنا بك كثير جدا عمر شندي، وشرق دارفور وتحديدا الضعين وعديلة اتعرفنا عليها بصورة كبيرة جدا، وعرفنا معلومات عن طريقة السرد. نحن بنشكرك كثير جدا، وبنشكر كل أعضاء الفرقة الموسيقية اللي هي كانت متصاحبة لك، وأكيد كلمة أخيرة ولحن أخير هو حيكون توقيع الختام لحلقتنا دي. مجاهد حاب تضيف طيب حاجة قبل ما نضيف وتختم؟ خلينا نشوف إنه هو حيسمعنا شي في الختام. والله هختار أغني أغنية يعني إيقاع موجود السيرة بتاع الموجودة على مستوى السودان دي، أغني الليلة الليلة رباعة، هديها لكم أنتم كمان زي ما والله وكل تكلمنا الناس عن اللي الزوايد يساعدونا. هناك. نعم فأنا بشكركم جدا والله، كتر وعبركم خيرك، برسل لكل إنسان بيشاهدنا داخل وخارج السودان، أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن السودان ده يكون معافى في تداخله العشري في حاجات السمحة دي، وبشكركم جدا وأشكر كل التيم العامل اللي قاعد أقام يعني، ونحن بشكركم كمان وأتمنى الشكر بنشكرك التحية إن شاء على الله. وجودك الجميل معنا، على المساحة اللي أنت قدمتها علينا لعكس ثقافات هلا في شرق دارفور تحديدا محلية عديلة منطقة الضعين. شكرا جميلا لك، عبر يعني رسمنا من خلالك لوحة جميلة سودانية أصيلة بالتأكيد عن هذه المنطقة الجميلة، وبنتمنى كل مشاهدينا يكونوا برضو رسموا معنا هذه اللوحة الجميلة. شكرا لكل الناس اللي تابعونا وكانوا حاضرين معنا من بداية المشوار، وتحديدا روادنا يوم الأحد، بنشكركم جدا. شكرا نعم. لك برضو يا أمل، كتر شكرا خيرك. لك مجاهد، وشكرا لكل الفرقة الموسيقية اللي كانت مصاحبة لعمر شندي. شكرا لك يا عمر مرة تانية، شكرا لكل الجنود الخفيين اللي هم دائما عندهم مجهود مقدر بأنهم يظهروا الصورة والصوت والمساحات اللي هي دائما نرتحل فيها مساحات جمال، ومن لا يشكر الله. بالتأكيد نحن دائما بنشكر كل الناس، وشكرا للناس بيزيدنا أكيد في مساحات مختلفة قوة وثبات أكثر بأنه نجمل لكم كل المساحات. أكيد بشكر ميس لولا سلمى، وأكيد كل الشكر لكم مشاهدينا الأكارم، على أمل اللقاء بكم يوم الأحد في منطقة وفي باحة مختلفة من باحات السودان الكبير الواسع الشاسع الماهل. نسمع ختام بصوتك يا عمر، ومع السلامة، إلى اللقاء. انتوا الرجزة جات الخيول مسروجة، وانتوا الحكمة بقت الحمال مدروج، دفع الكيت ونحرم وفقر تمعوه إلكم يدي معاكم بالكرم ممزوج، زوام للضيف بلا زاد منكم مفقود، ونارين نارين عندكم لا بنطفل لا بنموت.
أنا رنسيدة بوزم الكرم منحوتا ونارا بيها محميات عرور ليل الليل يا رباع ناري بزيد كل لسان المساكن قريبه النشا ويرير وضيمه وبوس المساكن قريبه خدران ساك الرفاع ويدي قدنا وعين وساع يا زمال الله ليه دفاعنا من جنينا يا زمان الله لينا دفاعنا من جنينا يوم خط الخبل الردين وسبعين نفر مفقود لينا قضيب العاشق ودر اللو شال اللو من قسم اللو قضيب العاشق ودر اللو شال اللو من قسم اللو أشال اللو من قسم اللو كثير المثل بهدل اللو للهلاك ودينا مرة خط خطينا وتاني فوق ودينا الوضع شيال يا ربي جات من وين سمحة من العين يا الله جات من وين سمحة من العين لسمحة 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 كانت دلالتين دلالتين حق لك جار طيب هواي ذا الليل كم رطب الليل طيب هواي ذا الليل كم رطب الليل جمرة 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 الحكمة بالتقسيم الحكمة بالتقسيم والموت قسم هاجر Yeah.